حيث الانطلاقات متواصلة بفضل من الله تعالى ثم بجهود الرجال واللجان العاملة على أرضية الميدان. انطلق على بركة الله شوط جديد يحمل في طياته أسماء كبيرة، يحمل في طياته شعارات مميزة، وهنالك الشوط الثالث عشر للثنايا البكار، 8 كيلومترات بانتظار الشعارات، بانتظار الأسماء. مقدمة الشوط، صدارة الشوط، وتابع أول الأسماء هنا انطلاقة بشرة، وهنا سعيد بن راشد بن غدير الكتبي يقدم لنا بشرة في هذه اللحظات. شعار عازف العود في الشوط الماضي ينطلق من جديد هنا مع بشرة، بينما ثاني التحديات. أتابع الانطلاق، انطلاقة هنا الكايدة سعيد بن غدير بن عبيد بن علي الكتبي، أتابع التسللات في هذه اللحظات، والانطلاق هنا من شواهين حمد بن سلطان بن سيف المنصوري ينطلق هنا في هذه الأثناء على مقدمة الشوط، يتسلل في هذه اللحظات. بينما هنا أتابع رابع المراكز الانطلاق والوصول في هذه الأثناء من قبل الذيبة سالم بن علي بن سلطان السبوسي يقدم لنا الذيبة في هذه الأثناء، تسللت هنا في هذه اللحظات إلى ثالث المراكز. بينما أتابع الخامسة انطلاقة شعار بن شريم يقدم لنا هملولة حمد بن طالب بن محمد بن علي بن شفيع، وصل مع هملولة هنا في هذه اللحظات، يحمل آمال أبناء الغويبة على خامس التحديات. سادس المراكز أتابع انطلاقة غزيلة، غزيلة وصلت هنا، تسللت وانطلقت إلى الأسماء الأمامية، اخترقت الصفوف هنا بشعار مكتوم بن دحام بن زايد بن سعيد المزروعي، قدم لنا الغزيلة، تسللت إلى الأسماء الأمامية. وصل الدكتور الأصايل في هذه اللحظات. إذن أعود من جديد لمقدمة الشوط إلى صدارة الشوط لأكمل هنا الأسماء، وأعيد من جديد النداء الثاني على مسامعكم هنا من جديد. وتابع مقدمة الشوط مع شواهين، شواهين على الصدارة، شواهين على المقدمة. حمد بن سلطان بن سيف المنصوري منطلقا مقدما لنا شواهين بهذا الأداء الكبير، بهذا المستوى المميز، من هنا من ميدان التحدي، من هنا من ميدان الشحانية، باحثة عن الناموس، باحثة عن الفوز، عن الانتصار، ولا شيء غير الناموس. شواهين على مقدمة الأسماء، حمد بن سلطان بن سيف المنصوري. أتابع، أتابع المنطلقة هنا على ثاني التحديات. يا سلام يا سلام يا سلام، وصلت الكايدة، الكايدة على المركز الثاني. سعيد بن غدير بن عبيد بن علي الكتبي يقدم لنا الكايدة، أداءها كايد وشكلها فريد على ثاني التحديات، منطلقة أيضا مقدمة لهذا المستوى الكبير. وصل السبوسي، وصل هنا ليقدم لنا الذيبة، الذيبة 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 على ثاني التحديات. يا سلامي على الذيبة سالم بن علي بن سلطان السبوسي. يتابع، وتابع التسلل من الجانب الآخر هناك من الزاوية الصعبة، غزيلة غزيلة تسللت إلى ثالث التحديات، مكتوم بن دحام بن زايد بن سعيد المزروعي. خامسا نتابع انطلاقة هنا ووصول من قبل بشرى سعيد بن راشد بن غدير الكتبي، هنا يقدم لنا بشرى بعدما قدم لنا عازف العود في الشوط الماضي والذي حزف على أوتار الناموس أجمل عزف. يا سلامي على بشرى، ولكن أعود إلى مقدمة الشوط لأتابع من جديد هذه
هذه الأسماء الخمس المتواجدة على مقدمة الشوط، على صدارة الشوط، الخمس النجوم الكبار المتلألية في هذه الأجواء الرياضية الجميلة والمميزة، أجواء رياضية كبيرة، أجواء شاعرية، هنا من ميدان التحدي، هنا من ميدان الشحانية. أعود من جديد إلى مقدمة الشوط، أعود إلى صدارة الشوط، اللي جرت الشوط جر شواهين على المقدمة، شواهين على الصدارة. يا سلامي على شواهين وأداء شواهين الكبير والمميز، هنا منطلقة مقدمة لهذا المستوى الكبير والعرض الجميل. ما شاء الله تبارك الرحمن، شواهين على مقدمة الأسماء، حمد بن سلطان بن سيف المنصوري على أول التحديات، شواهين، مجموعة من الشواهين هنا مجتمعة مع شواهين بسرعة الشواهين. حمد بن سلطان بن سيف بن درويش المنصوري يقدم لنا شواهين على صدارة الشوط، باحثا عن السيارة، باحثا عن الزعفران، باحثا عن الناموس، ولا بد أن الناموس هو الأغلى وهو الأجمل في هذا المهرجان الكبير. يا سلام يا سلام يا سلام، الكايدة على ثاني التحديات، الكايدة الكايدة، وأداها كايد وشكلها كايد. سعيد بن غدير بن عبيد بن علي الكتبي يقدم لنا الكايدة على ثاني التحديات، أهالي ساح صبرة ينطلقون مع الكايدة وآمالهم بالناموس في هذه اللحظات، مطالبين بالناموس يا بن غدير، مطالبين كالي ساح صبرة. وتابع السبوسي، وصل السبوسي، أحد الشعارات الكبيرة، أحد الشعارات المميزة لها من الماضي، والصولات والجولات ما الله به عليم، منطلقة هنا على ثالث المراكز، الذيبة 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 الذيبة، سالم بن علي بن سلطان السبوسي رابعا وتابع انطلاقة ووصول غزيلة، مكتوم من الدحام بن زايد بن سعيد بن زايد المنصوري. يا سلام يا سلام، وصل هذا الشعار، وصل شعار بن زيتون، وصل المجازف، وصل شعار زعزعة، وصل شعار الأسماء الكبيرة. هنا انطلقت في هذه اللحظات الناوية 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 الناوية، عتيق بن محمد بن زيتون المهيري، وصل وهالي منازف هنا مع المجازف. ولكن أعود من جديد إلى مقدمة الشوط لأتابع الأسماء، هذه هي الخمس المراكز الأولى المسموح لها بالنداء. شواهين على مقدمة الشوط، شواهين على صدارة الشوط، يا سلامي على شواهين منذ بداية الشوط وحتى هذه اللحظات، هي من تتمسك بزمام الأمور على المقدمة وعلى الصدارة. حمد بن سلطان سيف بن درويش المنصوري، أهالي ساح صبرة بدأوا يتحركون، ولكن المنصوري راعي شواهين في رأس علوم اليوم مع شواهين على صدارة الأسماء. ولكن هنا الخطر، هنا المجازف القادم من منازف، هنا واصل بن زيتون على ثالث التحديات مع الناوية الناوية الناوية، عتيق بن محمد بن زيتون المهيري. ولكن انطلاقتي هنا انطلق بن غدير، وصل ابو الشبابي ليقدم لنا هذا الاسم، هنا مع بشرى سعيد بن راشد بن غدير الكتبي، ورابعا يسلم يا سلام، وصلت الاسماء، وصلت الشعارات، انطلق هنا صايد الرموز ليقدم لنا الغزيل غانم بن منصور بن غانم آل سيف الخيارين، ووصلت الدانة خزع بن أحمد بن خزع بالعثة العامري. ولكن الناوية نوى 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 بن زيتون، نوى على الشوط قدم النايفة، انطلقت والنايوة الناوية الناوية الناوية، تسلل بن زيتون، عتيق بن محمد بن زيتون المهيري وصل هنا، وهذه هي اللوحة الخطيرة الكبيرة
الكيل الأخير، الكيل الخطير والكيل الكبير. انطلقت الناوية الناوية الناوية، انطلق بن زيتون ولكن بن غدير أحد الأسماء الكبيرة، وصل على ثاني التحديات مع بشرى سعيد بن راشد بن غدير. ولكن الناوية 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 مع بن زيتون، الناوية مع بن زيتون، الناوية مع أهالي منازف المجازف المجازف. ولكن الله الله وصل دكتور الأصايل، وصل بن رشيد. ولكن الناوية 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 ومزنة، الناوية مع الناموس، الناوية مزنة مزنة مزنة. وصل دكتور الأصايل، وصل مع مزنة. ولكن الناوية الناوية بن زيتون المجازف المجازف. دكتور الأصايل دكتور الأصايل، الناموس مع وين مع من؟ الفوز مع من؟ الناموس يحتار من يختار. ولكن السلامات السلامات إلى منازل إلى منازل إلى منازل. أنوة الناوية أنوة بن زيتون على الفوز على الانتصار على السيارة وعلى الناموس يا بن زيتون. وسلام منازل سلام، هذا الفوز وهذا الانتصار الكبير هنا مع الناوية مع الناوية من حققت هذا الانتصار هنا. عتيق بن محمد بن زيتون المهيري تانينا والناموس على هذا الفوز. المركز الثاني حلت هنا مزنة على ثاني التحديات محمد بن علي بن سلطان بن علي بن رشيد. والمركز الثالث كان الوصول هنالك من الدانة خزع بن أحمد بن خزع بن عثة العامري. ورابعا وصلت الكايدة سعيد بن غدير بن عبيد بن علي الاكتبي. وخامسا حلت هنالك العبور جابر بن راشد بن محمد الخيارين الهاجري على خامس التحديات. إذن هنا الناوية وهنا بن زيتون دائما المجازف للنواميس أحلى عازف مع هذه الانتصارات المميزة. الناوية إذن حلت على الانتصار وحلت على هذا الفوز هنا مع لحظات الوصول والانتصار مع الناوية. عتيق بن محمد بن زيتون الهيري 12 دقيقة 30 ثانية جزئين اثنين من الثانية كان هنا الوصول مع الناوية. إذن عتيق بن محمد بن زيتون المهيري بينما ثالثا حلت مزنة على المركز الثاني عفوا. هنا كان دكتور الأصايل محلي محمد بن علي بن سلطان بن رشيد السويدي الكتبي أو الكتبي عفوا. 12 دقيقة 32 ثانية أربعة أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس لدكتور الأصايل. بينما ثالث المراكز وصلت الدانة خزع بن أحمد بن خزع بالحثة العامري. 12 دقيقة 32 ثانية ثمانية أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس لجميع الفائزين. التواصل